السلام عليكم حبايب قلبي، اسعد الله اوقاتكم اصدقائي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحه. حبايب قلبي، اليوم من موسوعه الببغاء بدنا نحكي عن البلابل، البلابل السوريه. انا جبت بلابل صغيره فراخ والمعترف عليه اللي هو اسمه البلبل السوري، تمام. اللي بيميزه انه بيكون لونه رمادي، تمام، والرأس اسود وفي عنده لون صفار وين تحت الزيل تبعه، من هون تحت ذنبه يعني في عنده لون اصفر. بالنسبه لهذا البلبل اصدقائي، اماكن اللي بيعيش فيها هي لبنان، الاردن، السعوديه وسوريا، تمام. هي المناطق بتوفر له المناخ المناسب له سبحان الله تعالى، المناسب اللي بيناسبه كثير مشان التكاثر والبيئه اللي بيعيش فيها بهي المناطق اللي ذكرتها أصدقائي. اليوم أنا جبت هدول الفراخ من البلابي، تمام أصدقائي، إن شاء الله رح ربيهم على إيدي، تمام. كمان هدول بدنا نصير نعلمهم كمان برا على الطيران الحر أصدقائي، حلو. وخلينا نحكي عن شغلة كمان، إطعامهم سهل جدا جدا. البلبل إطعامه سهل كتير كتير سهل، ما بيحتاج لأنك تطعميه بالسرنج أو تعمل له خلطة وتعذب حالك. فالأكل جدا سهل، يعني طريقة طعامه جدا سهلة. هلأ رح طعميهم أنا، كمان رح لكم شو هي الخلطة اللي أنا كمان عملتها المغذية له أصدقائي. خلينا هلأ هيك نبدأ نطعميهم، ونحن وعم نطعميهم مثل ما حكيت لكم أنه لازم نسميه اسم، تمام، مشان يتعود على اسمه ونادينه باسمه نحن وعم نطعميه، كمثال يعني مشان نحن نقدر ندربه على الطيران الخارجي ويضل عنا. مثلا هيك، تعال عسل عسل، نعوده على كلمة على اسم، تمام أصدقائي، هيك تعال عسل، يلا يلا. أو بتقدر أنت وعم تطعميه تصدر صوت صفرة، يعني مثلا تعمل له هيك انت وعم تطعميه لحتى يتعود عليك. المهم انه يتعود عليك يا باسم يا بنغمه معينه انت تتعلمه عليها، مشان وقت اللي منطالعهم لبرا ومنعلمهم على الطيران الحر ننادي لهم بهذا الرمز او بهذا الصوت اصدقائي. ومثل ما ذكرنا لك، وطعامه سهل جدا، هيك بعود خشبي، تمام، وهي الخلطه تبعه هون. وبالنسبة لأطعامه وأكله أصدقائي، سبحان الله تعالى، البلبل ما عنده حوصلية يخبي فيها الأكل. البلبل فورا بياكل وبينزل الأكل فورا على معدته، على الهضم، على عملية الهضم أصدقائي. فمشان هيك بأغلب الأحيان بنلاقيه جوعان على طول. هذا الجوع على طول يعني نحن كل بالكثير كل نص ساعة ثلاث أرباع الساعة بدنا نعمل له وجبة طعمية أصدقائي، ما بدنا نتأخر عليه. ومن عمر لنهار لعمر ال 25 يوم بنلاحظ انه كبر وبيكبر بسرعه، تمام اصدقائي. وكل ما كبر الوانه بتصير زاهيه واحلى. مثلا هلا اللون الرمادي بيظهر رمادي رمادي بجسمه وجناحاته وظهره، والاسود اللي هو على منطقه راسه بصير اسود غامق كثير حلو. حتى الصفار اللي تحت ذنبه من هون اصدقائي لسه مو مبين، تمام، بصير اصفر اصفر غامق. وهذا هو كان لحلقة اليوم البلبل السوري أصدقائي. أما بالنسبة لطعامه أصدقائي، بالنسبة لأكل البلبل، فرخ البلبل، فالمحتويات سهلة جدا 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 وبسيطة التحضير كتير كتير، تمام. هنين رح نجيب البسكوت السادة تبع الأطفال، بسكوت سادة زائد بيض مسلوق زائد عسل زائد تفاح، تمام أصدقائي. ونخفقهم كلياتهم هيك ونعملوا مزيج بهذا الشكل. أخذوا هيك معي مزيج بهذا الشكل هيك ومطعميون، وهذا مغذي جدا لهم، يعني أمنا لهم إن شاء الله تعالى البروتين والفيتامينات، تمام، والأحماض الأمينية، يعني محتياجاتهم كلياتها. طبعا بالطبيعة بياكل الحشرات والفواكه وبياكل الثمار كمان أصدقائي والحبوب. وإن شاء الله أصدقائي بإذن الله بشوفكم حلقات قادمة ونتكلم عن هذا الموضوع، موضوع البلابل. واللي عنده أي استفسار عن هاي الأنواع من الطيور والبلابل، إن شاء الله عز وجل نتكلم فيها. وكان معكم أخوكم أحمد أبو عمر، وبدرككم بأمان الله والسلام.